كثرة الشكوى تساوي عدم الرضا. الحقيقة بشوف ناس كتيرة سواء موظفين أو أشخاص، أوف الجو حر، أوف البتاع اللي قاعد شغال في مكان مش كويس، أوف المرتب وحش، أوف الدراسة صعبة، أوف الكمبيوتر معلق، يا دي النيلة، كل يوم ناكل نفس الأكل، يا دي الجو حر، الرطوبة، الجو عالي، الجو برد، يا دي الجو ساقع، فين الشتاء؟ الناس بتحب الشتاء فين؟ المانجا مرة وكتير جدا بشوف الموضوع ده، ايه البتاع ما بحبهاش. طب يا جماعه، طب وبعدين، ما انت ما دام قاعد قرفان كده من حياتك فين الرضا؟ يعني هنقول امتى الحمد لله؟ امتى هنقول يا رب؟ امتى هنقول عندنا الكلام الكويس؟ في فرق كبير قوي ما بين انا ما بحبش ده شكرا، وفي فرق ان انا قاعد ساخط على حياتي. وحقيقة بشوف ناس قاعده سخطانه او قرفانه او متضايقه من حاجات هي ليست لديها المسؤوليه عليها. يعني مثلا الطقس، الرياح، الحاجات دي كلها يا جماعه مش مسؤوليتك، او انت مش لديك دخل بيها. كمان فكره الوظيفه، لو انت يا سيدي متضايق قوي ربنا يرزقك ويكرمك بوظيفه تانية، ولكن قول الحمد لله في غيرك مش لاقي وظيفه وبيتمنى المكان اللي انت قاعد فيه. فحاول دايما انك تقول الحمد لله دايما دايما. لو في اكله مش حابب ان انت تاكلها الحمد لله مش عاوزها، ولكن بلاش القرف ده، بلاش بلاش الجو والبوز والكلام ده. كثره الشكوى دليل على عدم الرضا، ودايما تقول الحمد لله. بشوف ناس الجو حر في التكييف، طب ما فيش يا سيدي تكييف، في مروحه. الحمد لله في غيرنا ما عندوش مروحه، والله في ناس اصلا قاعده في جو حر جدا. فدايما نقول الحمد لله، دايما بلاش الشكوى الكثيره، نقول الحمد لله والقون يا رب وربنا يكرمنا باذن الله. ولكن ارجوكم بلاش دي علشان ربنا يكرمنا باذن الله.